أعتقد إحنا نتفق بأنه اللي جاي يحصل في العراق هناك مساحة كبيرة جدا يعني للحرية، ولكن للأسف الشديد يعني استغلت واستثمرت للجانب السلبي. يعني إحنا تجد هناك فوضى، لأن يعني الآن بالجانب الإعلامي بالسوشيال ميديا حتى على مستوى يعني الخطابات وبعض القنوات الفضائية بدأت يعني تسيء وتتجاوز على حدود الآخرين، وهذا خطأ كبير جدا. ما حصل حقيقة شيء طبيعي جدا، ونحن نشاهد هذه الفوضى. هناك خطأ، وخطأ أيضا حتى من الحكومة العراقية، كان يجب أن يكون هناك موقف. هو صحيح هناك حرية ونحن في بلد ديمقراطي، ولكن يجب أن نميز بين المساحة التي نشترك بها والمساحة الحرية التي نعمل بها، وهناك مقدسات وهناك ثوابت وهناك قيم وهناك تقاليد يجب الحفاظ عليها والاحترام. وأعتقد بأنه احترام هذه القيم وهذه التقاليد هي واحدة من قضايا أعتقد الأساسية حتى في بناء الديمقراطيات الحديثة. الآن تروح حتى في الدول الغربية وفي الدول الديمقراطية، صحيح هناك يعني باب مفتوح، ولكن أنا أعتقد بأنه الباب المفتوح هنا بالنسبة للحريات أصبح يعني واسع كبير جدا. هناك ضوابط، هناك يعني قوانين معينة.